رجعنا معكم أصدقائنا مشاهدين حتى نقلكم في بيتنا فنان بشكل مختلف اسمه معين البستكي واختصاصه راعي ألعاب الخفة. معين قبل أكيد أثناء البريك قبل ما نطلع هوا أعطانا ورقة نكتب أنا وريتا شو أطيب طبخة أو أكلة وشو الرقم. هلأ خزق الورقة وقال شو تو بريك ذا آيس. أهلا وسهلا بمعين وما بعرف ويتش آيس وما بعرف شو قصدك ولكن أهلا وسهلا فيك. أهلا بك بونجور وانا لي الفخر ان اكون موجود معكم في البرنامج وان شاء الله نعمل لكم هذه الاشياء في البرنامج تستانسون فيها كلها. يلا احنا وعدنا كل المشاهدين انه يكون في هيك نوع من الالعاب الخفه والتسليه على الهواء مباشره ليشاركونا هيك يشاركونا بالحلقه ويكونوا قراب منك كمان اكثر. معين انت مقيم بدبي مثل ما عرفت، اهلا وسهلا فيك ببيروت وعيون بيروت جاي خصيصا على بيروت ليشارك معنا بهالبرنامج. انا بيروت بلدتي الثانيه بلبنان، بلدتي الثانيه انا دائما موجود فيها وبلده جميله جدا ولي الفخر اني دائما اوجد فيها واكون معكم. اهلا وسهلا. في بتلاقي في اكثر هيك تواصل او اذا بدك انتر اكشن بينك وبين الجمهور اللبناني؟ بتحسه بحب الالعاب الخفيه؟ انا احس ان الجمهور اللبناني منفتح اكثر لتقبل الموضوع هذا. موضوع العاب الخفه نوعا ما جديد في العالم العربي وما عندنا كثير من اللي يعملوها، والجمهور اللبناني يحب هالشيء وشويه وستر وشويه كول، فاحب التعامل معهم واحب اني اعمل لهم الاشياء هاي. حسب شيء دائما انا اكون موجود معاكم في لبنان، ف واهلي واهلي وناسي يعني. اهلا وسهلا فيك، هذا بيتك اصلا يعني. الله يسلمك. كيف وصلت لتاخذ هالتايتل هيدا راعي العاب الخفه؟ يعني كيف تطورت معك؟ هل هو نوع من اختصاص فينا نقول معين ولا هي موهبه وتطورت مع الوقت؟ هي من الاثنين، من الاختصاص ومن الموهبه. بدت الموضوع كلها يوم اني انا كنت ست سنوات موجود في البيت، جدي قال لي تعال بشوفك. قلت اوكي، وانا راح سياهل صغير رحت عند جدي، خذ درهم حطه في تمه قص عليها ولا هي نص درهم درهم الاماراتي، يعني هاي وراثه كمان فينا نقول عندك ثلاث عوامل. زين وبعدين يوم اني حركها شويه هيك ولا تحولت درهم كامل. أوكي. فانا وايد استانست وايد استفرحت. رحت الفريج المنطقه اللي عندنا جمعت كل اللي الدراهم اللي مقصوصه والملتويه واللي هذا على 20 درهم، وانا كنت مستانس اني بسوي مليونير بلعب بشتري الالعاب اللي اباها والبايسكل اللي اباه. رحت وديته لجدي ولكن استغربت انه ما قدر انه يحولهم لاني اعدل فيهم لان الدرهم كان في شيء اللي اعمل فيها. اوكي. وبديت من هناك، بديت من جدي فتطورت معي، علمني الاشياء اللي علمني وبعدين تخصصت فيها وحاولت اطورها لما وصلت للمرحله اللي انا فيها ومعاكم. اللي عم بتقوله كثير صحيح، لانه هلا اذا بتشوف مثلا بتفوت على محل العاب خاصه لعمر الست سبع سنين للصبيان اكثر، بتحس هيدي الماجيشن كيت تنقول علبه وفيها العلبه اللي بتفتح هيك مثلا او فيها تريكس يعني. صحيح. بتفتحها بتلاقي طابه بيضاء بس هي بتكون اصلا شغلتين يعني تو بارتس اوف ات مثلا او اشياء ثانيه، معناتها في هاي الموضه انك يعني تحسس الولد انه هو صغير او تحببه بهالامور هي حتى على كبر يصير هو يطورها. جدا احنا من الهدف اللي موجود عندي انا والتيم اللي شغالين معي ان نحاول ان نوعي الناس اكثر بالفن هذا، انا اسميها فن. اي طبعا فن. هي فن العاب السحر مثل هيك، مثل فن الغنى، فن الموسيقى، فن اي شيء ثاني. ومن اللي قاعدين في بالنا نعمله على الهدف اللي موجود ان 2011 نفتح مدرسه صغيره في دبي ونفرعها في ابو ظبي والامارات الثانيه زائد الدول الثانيه. حلو. نعلم الصغاريه الاطفال الصغار هالفن اللي هم حابينها. هاري بوتر يضرب الارقام القياسيه، ليش؟ هاري بوتر فيها مدرسه العاب السحر ويتعلم العاب سحر وكتبها تنباع بالارقام القياسيه والافلام للارقام القياسيه. يلا عقبالك ان شاء الله. وكمان إن احنا ناويين ان على كل سنه ننزل دي في دي نعلم فيه الصغار على شلون يتعلموا شويه من الحاجات اللي نعملها وان شاء الله. في فريق عمل معك معين؟ فريق عمل موجود معي جدا مجتهد وانا حابب ان اشكرهم على شغلهم القدير جدا على اساس ان احنا نطلع في مجال الاعلام ونراوي العالم ونعلمهم بالشيء هذا. بالاعلام عندك كثير مقابلات وانترفيوات من بعدنا يعني بالايام المقبله، فكمان هيك منهنيك والاعلام جزء كثير مهم ومفتاح كمان لانتشارك اكثر. شايفه معك هون لام تلوين من صحيح. الشمع صحيح. شو بدك تعمل فيه؟ بنعمل فيه شيء حلو جدا. انتوا عم تستعد
بس بدي اسالك، انت بتقص عالم؟ هذا هول شكرته، هول بتقصه شقفتين ترجع. هل بقصها؟ ما تعجبني صراحه، مش كثير فيها يعني. انا احب اني اخفي واجيب، فاهم علي؟ بس ما هو تخفي وما تجيبش نهار. ممكن اني ما اجيب، بس إن بيعتمد اني انا احب الشخص هذا. يعني ما فيني اقول لك يا ريت تخفيني عن الوجود هلا. لا لا، انت مش حابه هالشيء. نص العالم بالكره الارضيه بينتحر. زين، لا ان شاء الله ما نصون. بدك اكثر؟ لا مش تخفيني على طول، تخفيني بس تحطني مطرح ثاني. ما في مانع، استوي ان شاء الله بنعمل لك برنامج. احنا عملناها مع الفنان القدير عندنا في الامارات عبد الله بالخير، اخفيناه من بيته وطلعناه في الاستوديو، واخفيناه من الاستوديو وطلعناه في بيته. حلو. حطنا مطرح ثاني مثلا، نحن نكون مش مقشوعين ونحن شايفين كل شيء. يلا لو حابه هنشتغل مع بعض ان شاء الله، بس التكاليف جاسوسيه يعني عندي حس يعني ما في مانع جاسوسي، بس انه بتكون التكاليف على مليون دولار لو حابه تكتبي لي شيك فيها يعني. فينا نطلع على الريجي نتحكم بالحلقه، مش عجبني شغلك ابدا. يلا نبدا من الشيء اللي قدامي. انا جبت لكم الوان هاي، انا سرقته اخذته من اخوي صغير يعني. أوكي. فيها على 12 15 لون. اللي حابب انك تعملين جريس، احنا حنرجع لشيء ثاني. انك انا حقوم وحلف، حابب انك تطلعين لون من الالوان تحطينه في ايدي. انا حكون ايدك انا بحطها، انا حكون عامل هيك، انت تحطينه في ايدي وانا ما بشوف. يلا يا جريس. وقدامي ما في شاشه، ما في شيء ممكن اعرف اي لون انت حطيتيه. وباقي الالوان بعد زعبي روي تحط له بالمونيتور هونيك شيء. ايه ما في شيء، لون واحد وباقي الالوان خشيهم مكان او انه خبيهم. خلص قلبت الهيدا ما بينعرف. ما بينعرف. اوكي. انا اللي حابب انك تفكرين في اللون هذا. فكري في اللون هذا. فكرتي فيه؟ فكري فيه؟ حاولي انك ترسمين اللون هذا بالحروف الإنجليزية. حاولي ترسمين الاسم. خليني أركز. طب إيه إذا ضيعت لها التركيز أو تركيز ممكن تتشوش وما أحصل معلومة هاي. أوكي. عندش 15 لون، اخترتي لون واحد منهم على إيدي هني، حاولي تكتبينها بالحروف اللي فيها. بعيوني ولا بعيونك؟ بعيونك. بالإنجليش. أوكي. هي مش وايت؟ لا لا، لا تشوفي ستي. انا بعدني حافظ. لا لا، بدي اشوف اذا في غيره. غير مش وايت، غير شيد، مش يلو. عندي لون، عندي ريد اورنج، ريد اورنج اورنج، ريد اورنج، ريد اورنج، ريد اورنج، معين ريد اورنج. كيف بقى هي؟ معقولة؟ هو مكتوب عليه رقبة. أنا بدي ريد أورنج، لأن أنا طلعت إذا في شيد أوف ريد، عرفتي؟ ولا ريد لوحده؟ لا بس اتس اورنج ريد، اتس نوت ريد ريد، عرفتي؟ لأ انا طلعت اذا في شيد اوف انذر ريد، ما في بس سكارلت ريد هون كاتبين. اوكي على إيه؟ ريد يعني بس ات ايه بس هيك لنشوف. معك حق. برافو معين. شكرا. برافو برافو. هاي الالوان مشان هيك قربت علي اكثر. يلا خلص مثل ما حبيتي السنتر زين. لهذه الاسباب اقتضى التنين. شو اللعبه الثانيه؟ واحنا مستعدين. طب فينا نعرف السر؟ خلينا نكشف شوية أسرار لعيون بيروت. احنا حنكشف سر على آخر البرنامج. أنا قلت لها إنه بعيوني. لا مش بعد البرنامج، ما نكشف لهم لقلهم. ليك الشباب لا كيف. لا لا لا، على آخر البرنامج. آخر البرنامج نكشف. على آخر البرنامج حكشف لعبة وهنعلم الجمهور. طب فيها. أنا بدي شوي اكتشف بها. هل هي قلت لها إنه مثلا ريد، يمكن هي فكرت إنجلش ريد، قلت لها اكتبيها بعيونك، شفت إنه مثلا هي كانت قصيرة فركزت على أحرف قصيرة، ولا ليش مثلا صرت تقول لا مش يلو مش وايت؟ هاي نوع من ألعاب قراءة التفكير. شوفي كل لعبة في ألعاب الخفة لها سر معين. راعي لعبة الخفة عارفينها، والناس العاديين مش عارفينها. هاي واحدة من الألعاب وفيها سر موجود. وشو هو السر؟ يمكن أخبركم إياها بعد البرنامج. بس إن فيها سر موجود، فيها طريقة ممكن واحد يكشف فيها الأسرار اللي ممكن يقرأ فيها تفكير الواحد ويعمل شيء معه في ألعاب الخفة. هلا ألعاب الخفة دائما بنلاقي انه بتستهوي الاعمار الصغيره اكثر من الاعمار الكبيره اجمالا، يعني العاب الخفه يلي هي مبسطه، مثلا هلا عم نحكي بالوان، اذا في ولد هلا بيندهش، هل هو لانه بتسيطر على عقولهم اكثر ما بتقدر تسيطر على عقول الكبار؟ انا بوجهه نظري فيها ان الصغاريه عندهم بيج ايماجينيشن،
الياهل لو غمضت عينها وقلتي شو قاعد تشوفي قدامك، وواحد كبير وقفتي عنده غمضت عينه وشو قاعد تشوفي قدامك، يعني بيأمنوا بالماجيك اصلا، بيأمنوا ان الدنيا هاي عندهم كلها ماجيك، بيأمنوا بكل شيء. الكبير لو حطيتي عينه قدامه شو قاعد تشوف، بيقول لك انه قاعد تشوف ظلمه، بس الياهل غمضي عينه شو قاعد تشوفي، تخيل وايد اشياء بيساعدك اكثر يعني. انزين فالياهل فعنده كثير من الايماجينيشن، وكل واحد يحب السحر. انا وجهه نظري انه الكبير والصغير بيحب العاب الخفه والسحر، لانه فيها طريقه فن مختلف. الدهشه موجوده، نحن بعالم فقدنا الدهشه فيه. بس بقول لك شغله، نحن يعني هذا الفرق اذا بدك كمان اجابه لالي كريتا بين الكبير والصغير. الكبير هلا صرنا بوقت انه شكاك، عنده دغري اول انه في شك، بحط الشك. لو بتقول له الثلج ابيض بلك راي يمكن الثلج مش ابيض، بعدين لانه يعني الكبير اكيد قطع عليه كثير، وبتعرف هلا الانفتاح بالعالم، يعني صار مثلا بس هيدي لا بده اكثر، لا بده شو بيقولوا يوطي من الشخص اللي مقابله، يعني كسر له جوانحه اذا بدك اكثر. بينما صحيح. الصغير هو بيتفاعل معك اكثر، اوريدي هو في عالم، عايش في عالم الخيال، عايش صحيح. في عالم ممكن كل شيء يحقق فيه. انت لو في ايام الابتدائي في المدرسة، لو تروحين عند الوالد أبوك أو الأهل وتقولين أنا بكون طيار، بكون ماجيشن، بكون هذا، خيالي واسع. يوم بتكبر تقول أوه ما يستوي، لازم أكون في موظف في شركة واقعي 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 جدا، وقد السالري آخر الشهر هيدا اللي بيحسب معك. فهلي موجود، وإحنا نبقى أن نستغل هالإدراك اللي عند اللي هالموجودين، ونعطيهم هالفن وندرس لهم إياها عشان يتطورون فيها، ولو حابين يستعملونها